تسجيل عليه. تمام ماشي يا اولاد. اوكي يلا بسم الله. النهارده ان شاء الله هناخد طابق جديد في الكورس بتاعكم بتاع الاورثو اللي هو اسمه انكرج. الاول عايزين نعرف يعني ايه انكرج يا اولاد. كلمه انكرج يعني ايه تفتكروا؟ حد يعرف يعني ايه؟ تثبيت حاجة. أو ماشي أو إنها مثلا حاجة زي حاجة بثبت عليها حاجة وراها مثلا، يعني مش شرط بثبتها هي. تمام. ماشي حلو. احنا لو دخلنا على كلمة انكرج يا ولاد في الديكشنري هنلاقيها مكتوبة معنى مرسى أو ارتكاز أو تثبيت مثلا زي ما قلتوا. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لما السفينة تيجي تحب ترسى تقف بقى خلاص توصل المرسى بتاعها وعايزة تقف، فعايزين يثبتوها يروحوا رامين هلب كبير كده تقيل جدا في المية علشان يمسك تحت، يروح ينجيج في الرمل تحت ولا في الصخور ولا whatever يعني، ويروح مثبت المركب في المكان ده بحيث انها ما تتحركش. يعني الهلب ده اترمى راح عامل نقطة ارتكاز كده للمركب تحت فمنعها من الحركة. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام طيب الموفمنت بتاعت المركب دي انا مش عايزاها، دي اللي هي undesired movement. undesired movement، movement احنا مش محتاجينها مش عايزاها، دي اللي انا محتاجه امنعها. prevention of undesired movement هو ده معناها anchorage. ده scientific expression، ده scientific termination بتاع anchorage، هو prevention of undesired movement. حلو كده؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. بالنسبه بقى طب ده يعني ده علاقته ايه بينا؟ علاقته بينا ان احنا لو وظفناه على التقويم هنقول هو التعريف ده هنقول اسمه prevention of undesired tooth movement biologic. يعني احنا عايزين نمنع حركة أنا مش محتاجاها، عايز أمنع حركة أنا مش محتاجاها. يبقى لو قلنا definition of anchorage هنقول prevention of undesired tooth movement. حلو كده؟ تمام يا دكتور. طيب ركزوا معايا بقى، احنا هناخد example مع بعض من أول lecture، والexample ده هيفضل ماشي معانا لغاية الآخر. لو فهمناه يبقى في النهاية هتكونوا فهمتوا الموضوع سيمبلي جدا، وفي النهايه هتلاقونا بنقلب السلايدز مع بعض اكنه تحصيل حاصل، انا هسالكم وانتوا اللي تردوا في الاخر. فهنركز مع بعض في الاكزامبل اللي هقوله ده كويس قوي. تمام، هو ده اللي هيشرح الموضوع كله. نركز مع بعض. سامعيني يا اولاد؟ ها يا دكتور. تمام. ايوه يا دكتور مع حضرتك. طيب دلوقتي انا لو جالي بيشنت، لو جالي بيشنت في العياده، البيشنت ده جاي عايز يعمل تقويم حلو، فجاي عنده كراودنج، فالبيشنت ده اللي جاي عنده كراودنج، انا قعدت بقى بعد ما عملت له دايجنوزز بقى، خدت دايجنوز بالتفصيل والكلام ده كله، بعد ما قعدت اخدت له ريكوردز واخدت الهيستوري بتاعته وعملت له دايجنوزز، وفي النهايه طلعت بمشكلته ايه، ان هي عندها ان البيشنت ده عنده كراودنج، وعلشان اريليف الكراودنج ده لازم اكريت سبيس، سبيس كرييشن. واحدة من الطرق الميثودز ان انا بكريت بيها سبيس هي الاكستراكشن. خلاص؟ تمام يا دكتور. طيب فالحالة اللي هي بتاعت الاكزامبل دي اللي جايالي عندها مشكلة في الكراودنج، فانا خلاص عملت لها اناليسز المظبوط، حطيت لها في النهاية تريتمنت بلان بتقول ان البيشنت ده عنده كراودنج ولازم اكريت سبيس، فعشان اكريت سبيس لازم اعمل اكستراكشن ليه الفيرست بري مولرز للفورز. خلاص الفيرست بري مولرز علشان اريليف الكراودنج اللي موجود في الانتيريور ريجن. يبقى المفروض في الحاله دي التريتمنت بلان بتاعتي بتقول ان انا هخلع الفورز واحرك الكيناينز ديستالي، اللي بنسميها ريتراكشن اوف ذا كيناينز، احركهم ديستالي ووراهم هظبط الكراودنج اللي موجود في الانتيريور تيث. حلو كده؟ تمام. طيب السبيس بقى اللي انا عملت له كرييشن ده بان انا خلعت بيه الفور، هل يا ترى في الحاله دي في التريتمنت بلان بتاعتي اللي انا بقول عليها دلوقتي في الاكزامبل بتاعي
هل يا ترى في الحالة دي أنا عايزة السبيس ده، السبيس ده عايزة أستعمله في إن أنا أحرك الأنتيريور تيث أو الكيناين ديستالي، ولا إن أنا أحرك البوستيرير سيجمنت اللي هي الفايف أو الفايف والستكس أو البوستيرير سيجمنت عموما ميزيالي؟ أنا محتاجة أنهي موفمنت؟ الأنتيريور ديستالي أو بالظبط، محتاجة إن أنا أحرك الكيناينز ديستالي، ومحتاجة أبريفنت الموفمنت بتاعت البوستيرير سيجمنت ميزيالي. يبقى فين هنا الـ undesired tooth movement؟ الـ posterior segment. movement of the posterior segment medially. دي الـ undesired tooth movement، دي اللي أنا عايزة prevent it، دي اللي أنا عايزة أمنعها. الـ desired tooth movement هي إن أنا أحرك الـ canine distally علشان أريليف crowding في الـ anterior region. طيب أوكي، هحرك الـ canine distally إزاي بقى؟ المفروض إن أنا أرتكز أثبت على البوستيريور سيجمنت دي على ابتدي حركه الكيناين ديستري. طيب هو انا لما ارتكز على البوستيريور سيجمنت عشان احرك الكيناين ديستري، مين يضمن لي اني لما اجي اشد الكيناين واحركه ديستري، الكيناين هو اللي هيتحرك ديستال مش البوستيريور سيجمنت هي اللي هتتحرك ميزيال؟ مين يضمن ده؟ يبقى الارم اللي محطوط على البوستيريور يبقى باسيف، والارم اللي محطوط على الكيناين يبقى اكتف. سيبنا من الارم والكلام ده. طيب اللي هيخليني اقول كده، اللي هقول دلوقتي ان انا اللي اقصده اني عايزه امنع الـ undesired tooth movement بتاعت الـ posterior segment ميزيالي، واسمح بالموفمنت بتاعت الـ desired tooth movement بتاعت الـ canine distally. الموفمنت هنا، اللعبه هنا لعبه انكرج. يبقى علشان افيكس اثبت الـ posterior segment ان هي ما تتحركش ميزيالي، أبريفنت الموفمنت بتاعتها ميزيالي، ده اللي بسميه أنكرج. تمام كده؟ أي دكتور تمام. يبقى الأنكرج هنا يعني الديفينيشن هو البريفنشن أوف أنديزايرد توث موفمنت، أو الريزيستنس اللي أنا باخدها من تيث مثلا في حالتنا دي، إن أنا برتكز على البوستير سيجمنت عشان أحرج الكيناين، فالبوستير سيجمنت هنا هما الأنكر يونت بتاعتي. هما الأنكر يونت بتاعتي. يبقى لما اجي اسمه ده يا جماعه، اما اجي في الاكزامبل بتاعنا ده، مش عايزه اي دوشه يا جماعه بعد اذنكم، مش عايزه اي دوشه يا جماعه بعد اذنكم. دكتور صوت حضرتك اتعمل له كاتن. يا دكتور احنا مش سامعين حضرتك، حضرتك عملتي ميوت لنفسك. سامعين كده؟ اه كده تمام. هو حد اللي عمل ميوت مش انا، فبلاش حد ما حدش يلعب يا جماعه في القصه دي. يعني في حد عمل ميوت مش انا، ما حدش يعمل ميوت تاني بعد اذنكم. تمام. يا دكتور بس الفكره عشان تقريبا حد كان هيقفل صوت الدوشه ده فعمل ميوت. عمل ميوت قول. لا يا جماعه يعني بليز، اللي عنده دوشه يعمل ميوت لنفسه بس، ما حدش يعمل ميوت قول بعد اذنكم. تاني يبقى في الاكزامبل بتاعنا، ان انا اثبت البوستير سيجمنت وارتكز عليها علشان احرج الكيناين ديستالي، يبقى البوستير سيجمنت دي انا عايزه امنعها من الحركه، يبقى ده انكرج. وان انا بستعملها هي كنقطه ارتكاز علشان احرك الكيناين ديستالي، يبقى البوستير سيجمنت هنا سواء الفايف او السكس او الفايف والسكس مع بعض، ده اللي اسمه انكر يونت. يبقى الاساس اللي برتكز عليه علشان احرك سنه تانية، يبقى ده اللي بسميه انكر يونت، اللي هي في الاكزامبل بتاعنا ده اللي هو مثلا الفايف او السكس او الفايف والسكس مع بعض مثلا. تمام كده؟ دكتور بعد اذن حضرتك، تقصدي ايه بالبوستيريور سيجمنت؟ فايف وسكس وسيفن ممكن،
whatever يعني posterior teeth يعني. تمام. طيب يبقى علشان يبقى تاني يبقى الانكر يونت هنا هي يا اما الفايف لو انا هستعمل الفايف لوحده بان انا اشد عليك ناين، يا اما السكس لو انا هستعمل السكس لوحده عشان اشد عليك ناين، او لو انا هربط الفايف والسكس مع بعض مثلا هربطهم اعمل لهم ليجيشن ويبقى هم كلهم الاثنين مع بعض يبقى هم الانكر يونت بتاعتي. يبقى السنه اللي برتكز عليها او السنان او اي تيشو برتكز عليه علشان احرك سنه ثانيه او اسنان ثانيه ده اللي بسميه انكل يونت او يونت على حسب عددهم قد ايه. تمام كده؟ اي دكتور تمام. طيب في حالتنا دي لو انا قلت ان التريتمنت بلان بتقول التريتمنت بلان بتاعتي بتقول ان انا هرتكز على الفايف لوحده علشان احرج الكيناين ديستالي. طيب يبقى هو الصوت قطع؟ قطع قطع عندي لوحدي. يا ولاد سامعيني ولا ايه؟ يا دكتور كده تمام. دكتور لغاية ما حضرتك قلتي ان احنا هنستخدم الفور بس لو ارتكزت على الفايف علشان ارجع الكيناين ديستال يبقى الفايف ده اسمه ايه؟ انكر يونت. حلو جدا حلو جدا. طيب طيب دلوقتي الانكر يونت عندي سنة واحدة ولا اكتر من سنة؟ واحدة. والانكر دلوقتي انا واخداه من السنان ولا واخداه من حتة تانية؟ اتنين من الاسنان. يبقى اول حاجه الانكر دلوقتي، الانكر دلوقتي طالما انا واخداه من الاسنان يبقى الانكرج هسميه دنتال انكرج او توث بورن انكرج، لان انا دلوقتي واخده الفايف برتكز عليه عشان ارجع الكيناين، يبقى الانكرج هنا في حالتي اسمه توث بورن انكرج او دنتال انكرج. تمام كده؟ يا دكتور. طيب انا دلوقتي اتكست على الفايف لوحده عشان ارجع الكيناين ديستالي. طيب الانكور يونت هنا اللي انا مستعملاها واحده قلنا ولا اكتر من سنه؟ سنه واحده صح اللي هي فايف. يبقى الانكورج هنا اسميه سنجل انكورج، سنجل انكورج، سنجل انكورج. طيب يبقى سنجل انكرج معناه التايب اوف انكرج اللي انا بستعمل فيه انكر يونت واحده، انكر يونت واحده يعني سنه واحده. طيب لو انا بقى في نفس الاكزامبل ده بدل ما هرتكز على الفايف لا ده انا هروح بقى رابطه الفايف والسكس مع بعض واروح مرتكزه عليهم هما الاثنين واخدهم هما الاثنين از بلوك واحده يعني بستير سيجمنت دي على بعضها هي دي اللي انا هرتكز عليها بعد ما اربطهم مع بعض وابتدي اسحب عليهم او اشد عليهم التناين ديستالي. يبقى هنا الانكر يونت سنه واحده ولا اكتر من سنه؟ اكتر من سنه. اكتر من سنه. يبقى هنا هسمي الانكرج كومباوند انكرج، كومباوند انكرج. يبقى الكومباوند انكرج هو التايب اوف انكرج اللي لما يكون الانكر يونت اكتر من سنه، مور ذان وان توث. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب لا ده في اوقات بقى، في اوقات لو في الاكزامبل برضو بتاعنا ده انا هستعمل لو انا تخيلوا يا اولاد لو انا استعملت الفايف زي ما قلت انا ارتكزت مع على الفايف اللي هو في السنجل انكرج يعني ارتكزت على الفايف عشان ارجع الكيناين ديستالي، هل يا ترى تفتكروا ان السبيس بتاع الفور ده هيتقفل بس بان الكيناين هو اللي هيرجع ديستالي ولا الفايف برضو هيتحرك معايا ميزيالي؟ الاثنين هيتحرك، الفايف هيتحرك برضو ميزيالي، الفايف هيتحرك معايا ميزيالي صح، دي حقيقه دي حقيقه. يبقى اوقات التريتمنت بلان بتقول كده في حالات ايه؟ يعني مثلا في حالات عندي الكيناين ديستالي تبد، عارفين الفرق بين التيبنج؟ عارفين الفرق بين التيبنج يا اولاد والبادلي موفمنت؟ اي دكتور التبنج بس بيتحرك لكن الروت ثابت، لكن البادي موفمنت السنه كراون وروت مع بعض بيتحركوا زي الفل زي الفل. لو احنا بقى في الاكزامبل بتاعنا ده انا هقول لكم ان الكيناين هو ميزيالي تبد تمام، والفايف ديستالي تبد. حلو كده؟
فانا عايز اعمل ايه؟ عايز احرك الكناين، عايز اعمل له ديجيتال تيبنج، وفي نفس الوقت عايز اعمل ميزيال تيبنج للفور للفايف سوري عشان نقفل السبيس بتاع الفور. يبقى هنا ساعتها هرتكز على الفايف علشان احرك الكناين ديستالي. يبقى الفايف هنا هيتحرك معايا ميزيالي ولا لا؟ اه هيتحرك، بس هيتحرك ايه، باي تيبنج ولا بادلي؟ باي تيبنج. باي تيبنج موفمنت. التايب اوف انكرج هنا هسميه سمبل انكرج، سمبل انكرج. يبقى السمبل انكرج هو التايب اوف انكرج ان ويتش الانكر يونت او يونتس باي ذا واي ار فري تو بي موفد بات باي تيبنج موفمنت. يبقى تاني السمبل انكرج هو التايب اوف انكرج اللي انا بحتاجه، اللي انا بحتاجه امتى؟ لما الانكر يونت او يونتس يكونوا فري تو بي موفد، ان هم حر يتحركوا بحريه، بس بشرط حركتهم تبقى باي تيبنج موفمنت، اللي هي زي لما احتاجه في الاكزامبل بتاعنا اللي احنا قلناه دلوقتي حالا. خلاص دكتور معلش في الاكزامبل مين تيبنج يعني الفايف تيبنج دلوقتي انا خلعت الفور والفايف عامل ديستال تيبنج. يعني ايه ديستال تيبنج؟ يعني الروت بتاعه موجود ميزيال في مكانه المظبوط والكراون هو اللي رايح ديستال، والكناين عامل نفس الحركه، الروت بتاعه موجود ديستال في مكانه المظبوط انما الكراون رايح ميزيال. فانا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اسحب الكناين باي تيبنج، عايزه احرك الكراون ديستالي، اعملها ديستال تيبنج. وفي نفس الوقت لما اجي ارتكز على الفايف، الفايف هيتحرك معايا باي تيبنج موفمنت، هتحرك ميزيالي باي تيبنج موفمنت، علشان في النهايه يبقى كراون وروت الاثنين الايند على نفس البلين، على نفس الالاينمنت بتاعهم. يبقى هيتحركوا مش ظاهر عندي يا دكتور غير اول سلايد اللي فيها الديفينيشن، مش عارفه ما هي دي السلايد اللي انا حطاها. انا بتكلم دلوقتي وهوريكم السلايدز بعدين. خلينا في نفس الاكزامبل بتاعنا، انتوا فاهمين ولا مركزين معايا ولا لا؟ ايوه دكتور تمام. يبقى دلوقتي الانكر يونت او يونت بول سهل ان هم يتحركوا ولا لا؟ مورين الحركه ولا لا؟ يا جماعه منين قال ليه؟ طيب لما تكون السنان الانكر مره ان هي تتحرك، لو اتحركت يبقى ده معناه اسمه ايه يا جماعه؟ في ايه؟ حد فتح المايك يا جماعه؟ اللي فتح المايك وعنده ايه يقفله؟ انا مش عايزه انترابشن في النص. استغفر الله. سامعني؟ ايوه يا دكتور. سامعني؟ لا ما تفتحش المايك. اه يا دكتور سامعني. يبقى تاني الموضوع رخم وعايزاكم تفهموه، فركزوا معايا، مش عايزين اي اسباب في النص تقطع تركيزنا. تاني يبقى دلوقتي لو انا عايزه احرك الكناين ديستالي بس مش عايزه احركه بادري، عايزه احركه باي تيبنج موفمنت، لان هو اوريدي موجود عندي عامل ميزيال تيبنج، فانا عايزه اعمله ديستال تيبنج عشان اظبطه واحطه في مكانه المظبوط مع الروت بتاعه اللي موجود في مكانه فوق مظبوط ديستالي. فهرتكز على الفايف، اللي هو برضو عامل ديستال تيبنج علشان احرك الكناين ديستالي. فلما ارتكز على الفايف، الفايف نفسه اللي هو الانكر يونت هيتحرك معايا ميزيالي، بس هيتحرك بدلي ولا تيبنج موفمنت؟ تيبنج موفمنت. يبقى هنا الانكر يونت اتحركت معايا ولا ما اتحركتش؟ اتحركت. يبقى الانكر يونت او يونت لو اتحركوا معايا باي تيبنج، يبقى الانكرج ده بسميه سمبل انكرج. يبقى سمبل انكرج when the anchor unit or units are free to be moved but moved by tipping movement. ده اول نوع. طيب لو انا بقى نفس الحاله دي، بس التريتمنت بلان بيقول لا انا مش عايز كده، انا عايز ان السبيس بتاع الفور، السبيس بتاع الفور هيتقفل بنسبه كبيره جدا جدا، يعني اكتر من 75% منه من السبيس ده هيتقفل بالديستال موفمنت بتاع الكناين بس. انا عايز اضمن ان اكتر من 75% يعني الماجوريتي بتاعت السبيس ده هتتقفل بالديستال موفمنت بتاع الكناين.
هروح عامله ايه؟ هروح قايله طيب خلاص اوكي، يبقى كده الفايف لوحده مش هينفع، هروح ماسكه الفايف والسكس مع بعض او فايف وسكس وسفن مع بعض، واروح ربطاهم مع بعض كلهم، هيعملوا لي انكر يونت كبيره قوي على بعضها، وفي النهايه هم دول بقى الانكر يونت الكبيره دي هي دي اللي هرتكز عليها عشان ابتدي حركه كيناين ديستالي. هل يا ترى تفتكروا ان الانكر يونت هنا اللي هي عباره عن 5 و6 و7 مع بعض هتتحرك حره للحركه؟ هل هي ممكن تتحرك؟ ولا الكناين ولا هيتحرك؟ الكناين اللي هيتحرك. الكناين هو اللي هيتحرك. يبقى في حالتنا دي في نوع الانكرج ده يبقى الانكر يونت او يونتس ار نوت فري تو بي موفد. نوع الانكرج ده بسميه ستيشنري انكرج. stationary anchorage. يبقى لو الانكرج ده بسميه ايه؟ stationary anchorage. طيب stationary anchorage هو a type of anchorage in which anchor units or units are not free to be moved. مش سهل ان هم يتحركوا. طيب ماشي. حاله بقى في عندنا نوع ثالث، هناخد اكزامبل صغير كده على جنب ونرجع للاكزامبل المين بتاعنا الاساسي بتاعنا تاني، بس اكزامبل صغنون كده على جنب عشان نفهم النوع الثالث. يبقى احنا فهمنا السيمبل اللي هي السنان فري تو بي مود، ولو اتحركت تتحرك باي تيبنج اللي هي الانكر يونتس. ثاني حاجه الستيشنري اللي هي الانكر يونت او يونتس ار نوت فري تو بي موفد ات اول. طيب لو بقى اكزامبل ثاني كده على جنب صغنون، لو قلنا بيشنت جاي عنده ميد لاين داستما، عارفين ميد لاين داستما؟ اه يا دكتور، اللي هو الفيس اللي بيكون موجود بين التو ابر سنترالز ده، والبيشنت ده جاي عايز يقفل الدياستما دي، هقفل له تفتكروا الدياستما دي ازاي؟ هل يا ترى هقفلها بان انا اثبت الرايت سنترال واحرك الليفت توتالي لغايه ما يقفل السبيس، ولا اثبت الليفت سنترال واحرك الرايت سنترال توتالي لغايه ما يقفل السبيس، ولا هحركهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت لغايه ما يتقابلوا في الميد لاين الاثنين؟ هحركهم الاثنين مع بعض. حلو جدا. اصل انا لو عملت اي حاجه من التشويس الاول او الثاني هيحصل حاجه اسمها شيفت في الميد لاين، صح؟ اه. حلو جدا. يبقى انا محتاج احرك السنتين التو سنترز مع بعض في نفس الاتجاه ميزيالي بنفس الاماونت اوف موفمنت بنفس الاماونت اوف فورس. حلو كده؟ تمام. طيب يبقى في الحاله دي انا هرتكز على الرايت سنترال علشان احرك الليفت نص المسافه، وفي نفس الوقت وانا شغاله برتكز على الليفت سنترال علشان احرك الرايت سنترال النص الثاني من المسافه عشان في النهايه يتقابلوا لي في النص ويقفلوا لي هما الاثنين الدياستما. تمام كده؟ تمام. مين هنا يعني الانكر؟ يا دكتور الاثنين هيبقوا انكر. الاثنين هيبقوا انكر. من ايه يا دكتور؟ كل واحده انكر الثانيه. كل واحده يا دكتور انكر الثانيه. حلو جدا، برافو. انا دلوقتي بسال سؤال، بقول مين فيهم الانكر ومين فيهم التوز تو بي موفد؟ كل واحده هتبقى انكر للثانيه. يعني ايه؟ يعني الرايت سنترال هيبقى هو الانكر توث بالنسبه للليفت سنترال عشان يتحرك نص المسافه، وفي نفس الوقت الليفت سنترال هيبقى هو الانكر يونت بالنسبه للرايت سنترال عشان يتحرك نص المسافه، الاثنين بيتحركوا في نفس الوقت علشان عامله لهم ابلكيشن للسيم اماونت اوف فورس، فيتحركوا نفس المسافه توورد ايتش اذر ميزيلي عشان يقفلوا السبيس في الميد لاين بالظبط وما يحصلش شيفت للميد لاين. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب ده اسمه ايه؟ نوع الانكرج ده اسمه ايه؟ ولا ينفع سيمبل، ما ينفعش سيمبل لان الانكر يونت هنا الاثنين بيتحركوا اصلا انكر توز تو بي موفد، ومش بيتحركوا باي تيبنج، لا ده بيتحركوا اولموست بادلي عشان اقفل السبيس. طيب ولا ينفع ستيشنري لان الانكر يونت بتتحرك. ده نوع ثالث من الانكرج اسمه ريسيبروكال انكرج. يعني ايه ريسيبروكال؟ ريسيبروكال يعني تبادل منفعه، يعني هات وخد، يعني نفعني ونفعك، يعني كل سنة بتستنفع من التانية، كل سنة بتسند على التانية عشان تتحرك، فكل واحد مستنفع من التاني، فده بسميه ايه؟ reciprocal anchorage. يبقى reciprocal anchorage ده نوع الانكرج اللي السنتين الانكر تو الانكر توث
والتوز تو بي موفد الاثنين بيتحركوا نفس المسافه لاني بعمل عليهم ابلكيشن بنفس الاماونت اوف فورس ان ذا سيم دايركشن. حلو كده؟ تمام يا دكتور. طيب حلو جدا، حلو جدا الكلام ده. طيب مش المفروض ان اوبزيت دايركشنز يا دكتور؟ نعم مش المفروض بقى ابلاي عليها فورس في اوبزيت دايركشنز؟ اوبزيت ازاي؟ مش الاثنين بتحركيهم ميزيالي ولا ايه؟ اه تمام، بس تمام بس الدايركشن اللي هطبقها على الميزيال. تمام دكتور. طيب دلوقتي بقى، دلوقتي بقى في الاكزامبل بتاعنا ده، نرجع تاني للاكزامبل بتاعنا الاولاني. في الاكزامبل بتاعنا ده انا قلت دلوقتي سواء هستعمل 5 لوحدها اللي هو في السنجل انكرج، او هستعمل 5 و 6 اللي هو في الاستيشنري انكرج، او هقفل الميد لاين ده اسمه في الريسيبروكال انكرج، او هستعمل 5 لوحدها سنجل او 5 6 كومباوند او ستيشنري ولا وات ايفر بقى، يعني سواء على حسب النمبر اوف تيث او حركه الانكر توث مسموحه باي تيبنج في السيمبل ولا مش مسموحه في ستيشنري ولا مسموحه للاثنين زي بعض ايكوالي في الريسيبروكال. كل الكلام ده انا عماله دلوقتي كل كلامي في الاكزامبل بتاعنا لغايه دلوقتي ان الانكر انا واخداها منين زي ما قلت؟ البوستيريور. واخداها من الاسنان. من الاسنان. ده اللي سميته ايه؟ توث يعني. بورن انكرج. او دنتال انكرج، صح كده؟ مش ده اللي سميته توث بورن انكرج او دنتال انكرج صح؟ اه يا دكتور. طيب في فاكتورز بقى بتأفكت يا اولاد التوث بورن او الدنتال بورن انكرج، في فاكتورز بتأفكت الدنتال انكرج او توث بورن انكرج، يعني في فاكتورز بتأفكت بتقول لي هل يا ترى انا محتاجه انكرج زياده ولا محتاجه انكرج اقل؟ ايه هي الفاكتورز دي؟ اول حاجه، اول حاجه لما اجي الاول فور اكزامبل انا دلوقتي عندي ديسكين ترابيزتين قدامي، ترابيزه محطوطه على رمل وترابيزه محطوطه مدفونه يعني في رخام، الترابيزتين ترابيزه مدفونه في رجليها يعني مدفونه في رخام وترابيزه ثانيه رجليها مدفونه في رمل، هل يا ترى هحرك اني فيهم اسهل؟ اللي في الرمل. اللي في الرمل تتحرك اسهل حقيقي، لان الرمل فيه ريزيلينس ده هو نفسه بيتحرك، فحرك الترابيزه اللي موجوده في الرمل اسهل. يعني الانكرج اللي انا محتاجاه عشان احرك الترابيزه اللي في الرمل اكتر ولا اقل من الانكرج اللي انا محتاجاه عشان احرك الترابيزه اللي مدفونه في الرخام؟ اقل. محتاجه انكرج اقل. الرمل يا اولاد اللي مدفون فيه الترابيزه ده هو ده، هو ده الاسبونجي بون، والرخام اللي مدفون فيه الترابيزه الثانيه هو ده الكومباكت بون. يبقى، يبقى لما حرك توث في سبونجي بون هحتاج انكرج اكتر ولا اقل من لما حرك توث في كومباكت بون؟ أقل. يبقى اول حاجه التايب بون، يبقى اول حاجه التايب بون. لو انا بحرك سنه في كومباكت بون يبقى انا محتاجه ازود الانكرج، ولو انا بحرك سنه في سبونجي بون يبقى انا محتاجه انكرج اقل. يبقى ده اول فاكتور بيأفكت التوث بون انكرج. طيب تاني حاجه، انا زي ما قلت في الاكزامبل بتاعنا دلوقتي لو انا هركز على الفايف لوحده عشان احرك الكناين، الفايف لايبل ان هو يتحرك ولا لا؟ الفايف سهل يتحرك ولا لا؟ سهل يتحرك طبعا، واوقات باي ذا واي في اوقات حالات في تريتمنت بلان بحتاج ان انا احرك فيها الفايف زي ما اتفقنا في السيمبل انكرج. طيب، طيب يبقى اتحرك للفايف، ليه سهل؟ ليه الفايف كان سهل يتحرك وانا بشد عليه الكناين؟ علشان هو سنجل توث بتاعته قريبه جدا من الروت سيرفيس اريا بتاعه الكناين تقريبا، علشان هو سنجل. لا ده بالعكس اقل بالظبط، عشان الروت سيرفيس اريا بتاعه الفايف تقريبا ايكوال او يمكن اقل في حالات من الروت سيرفيس اريا بتاعه الكناين. طب تخيلوا بقى لو انا بقى في نوع الاستيشنري بقى او الكومباوند كمان روح رابطه زي ما قلت الفايف والسكس والسفن كمان مع بعض وهم بقى نفسهم على بعض كده استعملتهم عشان اشد عليهم الكناين ديستالي، هل يا ترى هم ممكن يتحركوا؟ لا لا مش هيتحركوا. ليه بقى؟ عشان الروت سيرفيس اريا، لان انا زودت قوي الروت سيرفيس اريا بتاعه الانكر يونتس بالنسبه للتوس اللي انا عايز احركها. تمام كده؟ يبقى، يبقى تمام. ده الفاكتور الثاني اللي بيأفكت الانكرج، يعني ايه؟ يعني لو انا عايز احرك سنه
الروت سيرفيس اريا او سنان الروت سيرفيس اريا بتاعها كبير يبقى لازم هزود الانكرج بتاعها، انما لو انا عايز احرك سنه بروت سيرفيس اريا اقل يبقى ممكن احتاج انكرج اقل. تمام تمام طيب فاكتور ثالث بيأثر على الانكرج ده. انا دلوقتي في الاكزامبل بتاعنا برضو انا زي ما قلت انا عايز احرك الكيناين ديستالي وعايزه امنع الموفمنت بتاعت البوستير سيجمنت ميزيالي. تفتكروا يا ترى تفتكروا مين فيهم اسهل؟ حركة مين اسهل؟ هل يا ترى حركة الكيناين ديستالي اسهل بالنسبة لي يعني، ولا حركة الفايف ميزيالي اسهل؟ مين اسهل؟ فايف ميزيالي. ليه؟ هي فعلا حركة البوستير ميزيالي اسهل. ليه؟ عشان الكناين عليه بون كتير لو كان لا بتحرك ميزيالي. عشان علشان بتحرك ميزيالي الانتيري كومبوننت اوف فورس كلها طبيعي بتتحرك ميزيالي عشان الانكليشن هو طبيعي الاسنان كلها بتتحرك ميزيالي. حلو جدا برافو هايل حلو قوي الكلام اللي انتوا قلتوه ده حقيقي، لانه اصلا يا اولاد انتوا لما تاخدوا بعدين ان شاء الله في الاورثوديك توث موفمنت هتعرفوا ان في حاجه اسمها فيسيولوجيكال توث موفمنت. يعني ايه فيسيولوجيكال توث موفمنت؟ يعني السنة بتتحرك لوحدها من غير اي فرصه اصلا. الدليل على كده ايه؟ مش السنان بيحصل لها ايربشن يا ولاد؟ ايوه. هو الايربشن ده مش موفمنت؟ هو مش الايربشن ده موفمنت؟ طب هو الموفمنت دي بتحصل بتدخل حد ولا بتحصل لوحدها باسيفلي؟ فيسيولوجيكال تحصل لوحدها باسيفلي، يبقى ده فيسيولوجيكال توث موفمنت. طيب الايربتيف موفمنت دي في انهي دايركشن؟ ابورد وميزيال. ميزيال وكلوزل اسمها مش ابورد، لان في الابر بنقول داونورد. ميزيال وكلوزل صح كده؟ تمام. يبقى السنان عندها تندنسي ان هي تتحرك طول عمرها على فكره، لغايه لما احنا نموت او سناننا تقع لا قدر الله، عايزه عندها تندنسي ان هي تتحرك toward an eruptive movement اللي هي ميزيال واوكلوزال. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ايه؟ لو انا خلعت سيب فور اكزامبل يعني لو انا خلعت اللور 6 الابر 6 هيحصل له ايه؟ اوفر ايربشن. صح. طب حصل له اوفر ايربشن ليه؟ ما انا ما عملتش عليه اي فورس، لان هو عنده هو اصلا عنده اساسا internal هو جواه عنده الموفمنت بتاعته اللي هي اوكلوزال وميزيال لغايه ما يموت. تمام؟ ده ايفيدنس على ان فعلا السنان بتتحرك اوكلوزال وميزيال طول عمرها طول فتره حياتها. خلاص؟ يبقى الميزيال موفمنت دي اللي بسميها فيسيولوجيكال موفمنت، يبقى دي اسهل ولا ان انا احرك السنان ديستال اسهل؟ الميزيال اسهل. يبقى تاني يبقى لو انا عايزه احرك سنه ديستال هحتاج انكرج اعلى ولا اقل من لو انا عايزه احرك سنه ميديال؟ اعلى. لان انا حركها اجينست فيسيولوجيكال توث موفمنت. يبقى لا تاني التايب اوف فورس الدايركشن اوف فورس سوري دايركشن اوف فورس بيفرق. يبقى لو انا ده ثالث فاكتور بيأثر على الانكرج. يبقى لو انا عايزه احرك السنان اجينست الفيسيولوجيكال توث موفمنت او اجينست جراس دايركشن يبقى انا محتاجه انكرج اعلى، وعلى العكس لو انا محركاها ويز ذا فيسيولوجيكال توث موفمنت او ويز ذا دايركشن اوف جراس يبقى انا محتاجه انكرج ايه؟ اقل. مركزين معايا يا اولاد؟ ايوه يا دكتور. حلو جدا تمام. الفاكتور الرابع بقى اللي بيأثر على الانكرج سواء هزوده ولا هنقصه هو التايب اوف فورس. يعني ايه؟ يعني في الاكزامبل بتاعنا اللي احنا قلناه ده اللي هو في السيمبل انكرج فاكرينه ان انا قلت ان انا محتاجه احرك الكناين باي تيبنج موفمنت. تمام والفايف برضه. والاكزامبل الثاني ان انا قلت في نفس الاكزامبل يعني بس في الناحيه الثانيه قلت لا مش محتاج بقى احركه باي تيبنج، لا ده انا محتاجه احركه بادلي موفمنت يعني حرك الكراون والروت مع بعض. تفتكروا انهي فيهم محتاج فيها فرصه اكتر؟ فورس اكتر. طب تفتكروا بقى كل ما زادت الفورس محتاجه انكرج اعلى ولا اقل؟ اقل. اعلى طبعا يا اولاد اعلى طبعا. يعني انا دلوقتي عشان اعمل تيبنج للكيناين محتاجه ازود الانكرج ولا محتاجه اقلله؟
محتاجه ازود اقلله اكرج قليل لان انا هحركه باي تيبنج موفمنت اللي هو بيحتاج فورس اقل. انما لو انا عايز احركه باي بادلي موفمنت يبقى يحتاج مني فورس اعلى، يبقى هيحتاج مني انكرج اعلى كمان عشان احركه بادلي. فاهمين يا اولاد؟ طيب ده رابع فاكتور بيأثر على الانكرج. يبقى لو محتاج لو زادت الفورس اوف توث موفمنت يبقى لازم هزود قدامها الانكرج، ولو قلت الفورس يبقى هقلل قدام الانكرج. اخر حاجه اخر فاكتورز بيأفكت اخر فاكتور بيأفكت الانكرج هو ايه؟ هقول لكم مثلا لو انا بحرك لو انا بحرك ترابيزتين تمام الاثنين موجودين على الارض عادي، بس الترابيزه الاولى بتتحرك على الارض بسهوله، الارض رخام سواء هنا او هنا، انما في الترابيزه الاولى بحركها عادي لانها بتسلايد بتتزحلق على الارض عادي. انما الترابيزه الثانيه انا رحت جايه عند رجليها الاربعه ورحت عامله فراغ كده تحت رجولها، رحت عامله تجويف كده تحت رجولها الاربعه علشان الترابيزه تبات فيهم، تعمل ميكانيكال انترلوك مع التجويف اللي انا عملته ده. هتعمل ميكانيكال انترلوك مع التجويف اللي انا عملته. تفتكروا الموفمنت بتاعت انهي ترابيزه هتبقى اسهل؟ رخام زحلقه اللي مش تعمل نعم الرخام الاثنين رخام الاثنين رخام اللي بتقولي رخام هما الاثنين رخام بس واحده فيهم بتتزحلق اي حاجه، بس الثانيه عامله لها انترلوك عامله لها ميكانيكال انترلوك عامله لها تجويف تحت رجولها الاربعه عشان الرجول الاربعه تثبت في التجويف ده تدخل تبات جوه التجويف. الموفمنت بتاع مين هتبقى اسهل؟ اللي ما فيهاش تجويف اللي ما فيهاش تجويف اللي هي سهله اللي هي بتتزحلق. انما الثانيه محتاجه مني فورس زياده عشان الاول اروح رفعاها افك الانترلوك اللي حاصل ده وبعدين بعد كده ابتدي احركها. يعني مين فيهم هيحتاج فورس اكتر؟ اللي هي عامله ميكانيكال انترلوك. يبقى مين فيهم هيحتاج انكرج اكتر؟ اللي عامله ميكانيكال انترلوك. اللي عامله ميكانيكال انترلوك. الميكانيكال انترلوك هنا معانا اللي هو الانتركاسبيشن. الانتركاسبيشن يعني ايه؟ يعني الكناين اللي انا عايزه احركه ده، انا مثلا عايزه في الاكزامبل بتاعنا عايزه احرك الابر كناين عايزه احركه ديستالي، حلو كده؟ تمام. الابر كناين اللي انا عايزه احركه ديستالي عامل الانسايزر تيب بتاعته الانسايزر تيب بتاعته عامله ميكانيكال انترلوك عامله انتركاسبيشن مع اللور كناين، يعني عامله لوك مع اللور كناين. بسهوله هتتحرك معايا ميزيالي ولا لازم ديستالي سوري ولا لازم افك الانترلوك ده الاول وبعدين احركها ديستالي؟ يبقى ده هيحتاج مني فورس اعلى، يبقى هيحتاج مني انكرج اعلى. يبقى الميكانيكال انترلوك اللي احنا قلنا ده اللي هو الماكسيمم انترديجيتيشن، يعني كل ما السنان تبقى عامله اوكلوزال انترلوك مع بعض يبقى هتحتاج انكرج اعلى، كل ما يبقى ما فيش اوكلوزال انترلوك يبقى هتحتاج انكرج اقل. دكتور معلش فاهمين؟ اه تمام انا فاهمه، بس ازاي اصلا الكناين عامل ميكانيكال انترلوك؟ هو مش اوفرلاب وخلاص؟ يعني ايه اوفرلاب؟ يعني هو بيوفرلاب اللور بس مش زي فيها كاسب. ازاي دكتوره ممكن مش هو بيقفل؟ هو بيقفل فين الابر كناين؟ في النورمال يعني نور. ما بين اللور كناين ولا اللور فور؟ ما بين اللور كناين واللور فور. حلو جدا. اللي هو بقى عامل بقى مشكله اهو ده في النورمال صح؟ اه. طيب انا عندي بقى في الحاله بتاعتي زي ما هو في الحالات اللي انا بعمل لها الكلام ده، لو هي الحاله عامله كلاس 2 مال اوكلوجن كناين ريليشن شيب، لو في حاله من الحالات الكناين عامل كناين كلاس 2 ريليشن شيب، يعني ايه كناين كلاس 2 ريليشن شيب؟ يعني ابر كناين فين بالنسبه للور؟ نعم يبقى ميزة اللور صح جدا. علشان احركه ديستالي علشان اصلح الكناين ريليشن شيب فانا محتاجه احركه ديستالي صح؟ تمام. ممكن جدا هو موجود ميزة اللور موجود ميزيال موجود ما بين اللور كناين واللور لاترال وعامل انترلوك مع اللور كناين، اجي احركه ديستالي ما بيتحركش لان هو اللور كناين قافل عليه حيث ان هو يتحرك. تمام. فمحتاجه هنا ان انا ازود الانكرج عشان اقدر احركه ديستري عشان افك الانترلوك ده الاول. تمام كده؟ تمام. طيب اوكي.
فهمنا يا اولاد الفاكتور؟ معلش يا دكتور، في الفاكتور بتاع الروت سيرفس اريا، كل ما الروت، انا بتكلم اصلا على الروت سيرفس اريا بتاع انهي سنه، الانكور يونت ولا لا؟ الروت سيرفس اريا بتاع اللي ببص له هو الروت سيرفس اريا بتاعت السنه او اكتر اللي انا محتاجه احركهم. اه تمام، كل ما زادت يبقى انا كده محتاجه ازود الانكور، صح كده؟ طبعا. طيب دلوقتي بقى فهمنا يا اولاد لغايه كده؟ فاهمين يا دكتور؟ ايوه يا دكتور. طيب لو جينا بقى، يبقى دلوقتي في الاكزامبل بتاعنا برضو، في المثل بتاعنا اللي احنا واخدينه معانا لغايه اخر، هيفضل معانا لغايه اخر الليكتشر ده، في الاكزامبل ده احنا دلوقتي الانكرج كله واخدينه من فين؟ زي ما قلنا واخدينه من الاسنان، صح؟ صح. طيب يبقى معنى كده ان ممكن انكرج اخده من حته تانية غير الاسنان؟ اكيد. اه ما دام قلت ان في نوع توس الانكرج، يبقى اكيد في انكرج تاني ممكن اخده من حته تانية غير الاسنان. زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ بلد مثلا. نعم، اكسترا اورال. حلو جدا، زي اكسترا اورال، حلو قوي. تمام، زي ما هتاخده في الابلاينسز ان شاء الله بعد كده، هتاخده حاجه اسمها فيس ماسك، وهتاخده حاجه اسمها تشين كاب، وهتاخده حاجه اسمها هيد جير. الكلام ده كله بياخد الانكرج، ياخد الانكرج من اكسترا اورال سورسز، يعني بياخد الانكرج اولموست من السكال بونز او من السيرفايكال فيرتبري. يبقى ده نون دنتال انكرج او تيشو بورن انكرج، يعني من تيشو اذر ذان اسنان. تمام كده؟ يبقى في عندنا نوع من الانكرج اسمه تيشو بورن انكرج. طيب في الاكزامبل بتاعنا برضو ده، في الاكزامبل بتاعنا ده الانكور يونت او يونتس بقى اللي هي سواء الفايف او الفايف والستكس زي ما قلنا او والسنه اللي انا عايزه احركها اللي هي الكيناين، عايزه احركها ديستالي، الاثنين موجودين انترا اورالي، صح؟ يبقى ده نوع انكرج بسميه انترا اورال انكرج، انترا اورال انكرج. طيب يبقى انترا اورال، يبقى معنى كده ان في نوع تاني اللي هو اكسترا اورال اللي انتوا لسه قايلين لي عليه حالا دلوقتي. يبقى في عندي في الاكزامبل بتاعنا اللي هو الانكرج هنا اسمه انترا اورال انكرج، يعني السنان اللي انا واخداها انكرج فور انكرج اللي موجوده انترا اورال، يبقى انا واخده الانكرج انترا اورال سواء من الاسنان او من حته تانيه غير الاسنان باي ذا واي، زي مثلا هارد بالت، زي الروجي اريا، زي ما هنشوف دلوقتي حالا برضه. طيب في الاكزامبل بتاعنا ده انا مثلا مسنوده على الابر 5 مثلا فور اكزامبل عشان احرك الابر كيناين ديستالي. تمام كده؟ الابر 5 هو ده الانكر عشان احرك عليه الابر كيناين ديستالي. الاثنين ابر، الانكر يونت او يونتس ابر ارش، والتوث تو بي موفد الكيناين موجود برضه في الابر ارش. يبقى لو الانكرج هنا بسميه انترا ماكسيلاري انكرج. ماكسيلاري هنا باي ذا واي اسمها يعني جو، ماكسيلا يعني جو، سواء upper او lower، سواء ماكسيلا او mandible، ماكسيلا دي بنقولها مجازا، انها ماكسيلا يعني جو. يبقى انترا ماكسيلاري انكرج معناها ان الانكر يونت او يونتس والتوث او التيث تو بي موفد الاثنين موجودين في نفس الارش. طيب معنى كده ان في حاجه ثانيه ممكن تحصل؟ اه ده ممكن جدا، بدل ما ارتكز على الابر 5 لا، ده انا هرتكز على اللور 5 علشان احرك الابر كيناين ديستالي. ده ممكن، اه ممكن اوقات بيحصل. يبقى الانكر يونت هنا موجوده في ارش، في اللور ارش، والتوس اللي انا عايزه احركها موجوده في الابر ارش. يبقى الانكرج هنا اقدر اسميه انترا ماكسيلاري؟ لا لا، اسميه ايه؟ انتر ماكسيلاري. انتر، برافو، انتر يعني بين، انتر ماكسيلاري انكرج. يبقى تاني، لو السنان اللي انا واخدها فور انكرج واللي انا عايزه احركها الاثنين موجودين في نفس الارش، يبقى ده بسميه انترا ماكسيلاري انكرج. لو الاثنين موجودين في الابزيت ارشز، يبقى اسميه انتر ماكسيلاري انكرج. تمام كده؟ تمام. طيب هل يا ترى بقى لما احط لكم السلايد اللي قدامكم دي بالكلاسيفيكيشن اوف انكرج، هل هنقدر نفهمها ولا مش هنقدر دلوقتي؟ بصوا عليها بقى كده. ايوه عادي هنقدر. حلو قوي. لو السلايد دي بقى كنت حاططها لكم في الاول قبل ما نتكلم ونقول الاكزامبل بتاعنا، كنتوا هتقدروا تفهموها؟ مستحيل، كنت هتبصوا وما تبقاش فاهمين.
يبقى تاني يبقى سيم في دلوقتي لو انا بصيت في السلايد دي واقول عليها كلمتين صغيرين انتوا خلاص انتوا على المفروض تكونوا عارفينها التايبس. يبقى عملنا لو عملنا كلاسيفيكيشن للانكرج هنقول اكوردنج للانكرج، لو الانكرج موجود انترا اورالي بسميه انترا اورال انكرج، لو انا باخده من حته تانية غير انترا اورالي بسميه اكسترا اورال انكرج زي ما باخده من سكالبوز او من سيرفايكال زي ما هنشوف في الصور دلوقتي حالا. طيب لو انترا اورال بقى لو انا خدت الانكرج من الاسنان هسميه توث بورن انكرج، لو انا خدته من حته تانية غير الاسنان زي هارد زي هارد باليت زي روجي اريا يبقى هسميه توث تيشو بورن انكرج. في التوث بورن انكرج لو الانكرج لو الانكر يونت والسنان انا عايزه احركها الاثنين في نفس الارش هسميه انترا ماكسيلري، لو الاثنين في الاوبزيت ارش هسميهم انتر ماكسيلري. سواء انترا ماكسيلري او انترا ماكسيلري لو الانكر يونت واحده بس يبقى هسميه سيمبل. لو الانكر يونتس اكتر من واحده يبقى هسميه كومباوند انكرج، سواء انتر ماكسيلري سواء انترا ماكسيلري لو الانكر يونت او يونتس ار فري تو بي موفد باي تيبنج مومنت يبقى هسميه سيمبل انكرج، لو الانكر يونت او يونتس نوت فري تو بي موفد يبقى هسميه ستيشنري انكرج، ولو الانكر يونت والتوث تو بي موفد الاثنين بيتحركوا in the same direction by the same amount by the same amount of distance by the same amount of force يبقى هسميه حلو جدا زي الفل. احنا كده خلصنا يا اولاد، يبقى المفروض ان احنا لو فهمنا الاكزامبل بتاعنا لغايه دلوقتي يبقى احنا كده خلصنا. يبقى انا هقلب السلايدز اللي جايه دلوقتي اكنها تحصيل حاصل، فالمفروض ان انا هفرقكوا على السلايدز والمفروض ان انتوا تقولوا لي انتوا اللي تتكلموا على السلايد مش انا. يلا هنبتدي اقول لكم كلمتين على السلايد دي الاول وبعدين انتوا تردوا عليا وتقولوا لي كلاسيفيكيشن كامل للانكرج في السلايد دي. يعني لو انا مثلا في الاكزامبل ده لو انا مرتكزه على الابر 5 لوحده علشان اسحب عليه الابر كناين يبقى ده اسمه ايه؟ سنجل 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 طيب لو انا في نفس الصوره دي بقول لكم لا بقى انا ارتكز على ال5 و6 الابر 5 و6 مع بعض علشان احرك عليهم الانتيير سيجمنت ديستالي يبقى ده اسمه ايه؟ انترا اورال حلو جدا صح برافو عليكم. طيب تمام انا عندي سؤال من فضل حضرتك. هو كل السنجل انكر بيكون سيمبل؟ غالبا في معظم الحالات الا في حاله زي حاله الريسيبروكال مثلا ما هو ده سنجل انكر بس ما هو سيمبل. اوكي تمام تمام يا دكتور شكرا. طيب عفوا ده واضح جدا طبعا. ده الاكزامبل بتاع مين؟ ده استيماشنري مش ريسيبروكال. نعم بقوله من الاول يعني تمام برافو. ها انترا اورال انترا ماكسيلاري بورن توث بورن انترا ماكسيلاري ايوه سينجل ريسيبروكال انكرج صح كده صح كده تمام. طيب الكلام ده كله المكتوب ده طبعا هو اللي انا قعدت قلته كله ولخصته في نهايه السلايد بتاعت الكلاسيفيكيشن يا اولاد. طيب انا جيت لكم على الصوره دي وقلت لكم انه انا بتسند على اللور 5 لوحده عشان احرك الابر كناين ديستري يبقى ده نوع ايه انكرج؟ يبقى انترا اورال انتر ماكسيلاري انتر انكرج سيمبل سنجل. حلو جدا زي الفل. طيب لو انا بقى برتكز على اللور 5 و6 مع بعض
علشان اعرف فيهم الابر كيناين ديستالي. كومباوند وي ستيشنري بالظبط كده. بالظبط كده تمام. دكتور كل الكومباوند ده هيبقى ستيشنري؟ اه اولموست. الا لو انا خدت كومباوند واخده ال5 وال6 مع بعض عشان احرك عليهم الانتيرير سيجمنت كامله مثلا اللي هو الكيناين واللاترال والسنترال. ساعتها دكتور بعد اذنك انا مش فاهم الصوره دي ازاي ستيشنري. نعم يعني ليه مش ريسيبروكال؟ مش هما الاثنين بيتحركوا عكس بعض؟ لسه يا دكتوره بكمل اصبري. دلوقتي الدكتوره بتسالني بتقول هل يا ترى كل الكومباوند ستيشنري؟ في الاكزامبل بتاعنا اللي هو لو انا هحرك انا هسند على الفايف والسكس علشان احرك الكيناين لوحده يبقى هنا ايه؟ ستيشنري. طيب امال لو انا هتسند على الفايف والسكس عشان احرك الابر كيناين واللاترال والسنترال كمان يبقى ده ستيشنري برضو؟ لا ريسيبر. لا كومباوند وسيمبل صح كده؟ لا مش صح كده. طيب اللي قال ريسيبروكال يقول لي ريسيبروكال ليه؟ علشان الاثنين هيتحركوا قصاد بعض. طب هل يا ترى هما الاثنين ليهم نفس روت سيرفيس اريا؟ لا يبقى ازاي هما ريسيبروكال؟ اكيد لا طبعا لا ازاي هما دول الريسيبروكال ما تتنطقش يا اولاد الا على سنتين او اكتر انا عارفه ان هما ان هما ليهم نفس الروت سيرفيس اريا وهيتحركوا ذا سيم اما ذا سيم ديستنس وهيتحركوا نفس المسافه يبقى ساعتها اسميه ريسيبروكال. دكتور هيبقى سيمبل؟ هيبقى سيمبل ساعتها. ازاي بقى سيمبل صح كده؟ نعم كومباوند سيمبل. كومباوند طبعا كومباوند وسيمبل. ليه سيمبل؟ لانه الاثنين سيجمنتس هيتحركوا البوستيرير سيجمنت هتتسند على الانتيرير سيجمنت عشان تتحرك ميزيالي وفي نفس الوقت الانتيرير سيجمنت هتتسند على البوستيرير سيجمنت عشان تتحرك ديستالي بس مش هيتحركوا ولا ايكوال ديستانس ولا ذا سيم اماونت اوف فورس لان هما سيمبلي ما عندهمش نفس الروت سيرفيس اريا. يا دكتور حضرتك بتسالي على الصوره دي صح؟ الصوره دي فيها احنا بنتكلم عليها كلام كتير يعني الصوره دي انا حطاها وبقول لو بقول كذا هيحصل ايه لو فيها كذا هيحصل ايه. يعني هنا المفروض يا دكتور مش المفروض في السيمبل بتبقى الموفمنت تيبنج بس مش بادلي؟ طب ما هتبقى تيبنج مش بادلي طبعا. تمام يا دكتوره هو على حسب التريتمنت بلان اللي انا حطاه في النوع اللي انا بقوله ده انا محتاجه ان انا احرك السنان باي تيبنج انا محتاجاها تتحرك كده مش محتاجاها بدري. لو محتاجاها بدري لا ده انا هروح بقى ناحيه تانية هدور على انكرج تاني غير ده هدور بقى على اكسترا اور الانكرج هدور على انكرج نوع تاني زي ما هنشوف دلوقتي بعد شويه صغيرين. تمام كده؟ تمام طيب ده ايه يا اولاد؟ انا هنا المفروض ان انا عايزه اعمل ديستراكشن او عشان تفهموني يعني اكتر انا محتاجه ان انا اعمل او اكني بحرك الانتيريور سيجمنت بحركها ديستالي انتيريور سيجمنت على بعضها ديستالي فهرتكز فين بقى؟ هاخد الانكرج منين؟ يعني لو بصينا على نوع الانكرج ده هتسموه لي ايه؟ اكسترا اور الانكرج بالظبط. في الصورة اللي على اليمين اللي جت قبل دي ده سيرفايكال واخدها من السيرفايكال فيرتبري اكسترا اورال انكرج واخدها من السيرفايكال فيرتبري والصورة التانية دي واخدها من السكال بونز زي ما هي باينة هنا أكتر. الصورة هنا واخدة الانكرج من السكال بونز البرايتال بونز اللي موجودة فوق دي من الهيد كاب تمام؟ إنما التانية واخداها من السيرفايكال فيرتبري الصورة اللي على اليمين دي ماشي؟ طيب نوع الانكرج هنا ايه؟ اكسترا اور جهاز سيمبلي هتفهموا الاجهزه دي لما تاخدوا الابلاينسز ان شاء الله. هو جهاز ده سيمبلي اسمه فيس ماسك بيعمل ايه؟ بيشد المكسلة بيعملها بروتراكشن لما المكسلة تكون ديفيشنت وراجعه لورا بحتاج اشدها لقدام بحاجه اسمها فيس ماسك.
الفيس ماسك ده عشان احرك مفصله القدام ده انا محتاجه انكرج عالي جدا، فباخد انكرج منين؟ من السكال بونز اللي هي فين؟ فبتسند على التشين تحت في الجزء اللي تحت ده، بتسند على التشين، على التشين، وبتسند على الفور هيد فوق، فباخد انكرج من التشين ومن الفور هيد من الاثنين عشان اسند عليهم واشد المكسله لقدام. يبقى الانكرج هنا ايه؟ اكسترا اورال. طبعا اكسترا اورال انكرج. طيب لو بقى في الحالة بتاعتنا، الحالة بتاعتنا اللي أنا بقول عليها دي، أنا محتاجة، محتاجة إن أنا أستعمل السبيس بتاع الفور almost almost، طبعا مش هقول absolutely almost كله عايز أستعمله عشان أحرك الكيناين ديستري في الإكزامبل بتاعنا، تمام؟ وحركه بدري almost برضو، فأنا مش عايزة أخسر أي سبيس من الإكستراكشن سبيس بتاع الفور، فانا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه ازود الانكرج على الاخر، اقعد ادعمه ازوده علشان ما يحصلش loss of the space، عشان السبيس كله استعمله او استغله في ان انا ارجع الكيناين بس ديستالي. فهروح عامله ايه؟ بدل ما اخد الفايف لوحده، لا ده انا هاخد فايف وسكس اروح ربطهم مع بعض، لا ده كمان بقى بدل ما اخد الفايف وسكس في ناحيه واحده، يعني مثلا سي انا ربطت ال5 و6 في الرايت سايد عشان اسحب عليهم الابر رايت كيناين، لا ده مش بس كده، ده انا هروح ربطه ال5 و6 رايت مع ال5 و6 ليفت، ربطهم مع بعض، ساعتها هيبقوا الاربع اسنان ال5 و6 في الناحيتين هم الانكر للرايت كيناين، وهم في نفس الوقت الانكر للليفت كيناين الاربعه. يعني ايه؟ فور اكزامبل مثلا في الصوره دي يا اولاد، فور اكزامبل في الصوره دي، هي باي ذا واي الصوره دي ما فيهاش اكستراكشن ولا حاجه، هي بس فور الستريشن يعني بس توضيح للفكره اللي انا بقولها. يعني دلوقتي انا محتاجه بدل ما ارتكز على اللور 6 ده في ناحيه واحده، زي مثلا اللور رايت 6، انا محتاجه ارتكز عليه عشان اسحب اللور كيناين، اللور رايت كيناين ده اسحبه ديستالي. فبدل ما ارتكز على ال 6 لوحده عشان الرايت، الرايت 6 لوحده عشان اسحب عليه الرايت كيناين، لا ده هروح رابطه الرايت مع الليفت 6 اربطهم الاثنين مع بعض علشان اسحب في النهايه عليهم الرايت كيناين، فيبقى في سحب بسحب الرايت كيناين على الرايت والليفت 6 مع بعض، وفي نفس الوقت لما اجي اسحب الليفت كيناين هيبقى برده اكني بسحبه على الرايت وال6 مع بعض لان انا رابطهم سيمبلي مع بعض. يبقى ساعتها انا زودت الانكرج هنا، دعمت الانكرج، عملت له حاجه اسمها ري انفورسمنت اوف انكرج، بان انا طريقه من الطرق ان انا ازود النمبر اوف انكر تيث، بدل ما تبقى سنه واحده لا تبقى اكتر من واحده، بدل ما تبقى في سايد واحد تبقى في البوث سايدز مع بعض. يبقى دي اول طريقه ان انا بعمل فيها انكرج ري انفورسمنت. يعني ايه ري انفورسمنت؟ يعني تدعيم، يعني تقويه، يعني زياده. باول طريقه ان انا ازود النمبر اوف انكر يونتس، ازود عددهم. ومش بس كده، ده انا ممكن اعمل حاجه تانية، هزود النمبر اوف انكر يونتس واربطهم الرايت والليفت مع بعض. لا مش بس كده، ده انا كمان، هتسند على هارد تيشو علشان يبقى الانكرج، عملت له كومباينيشن، واخده انكرج من الاسنان اللي انا زودت اوريدي عددها، واخده انكرج من الهارد بالاد زي ما انتم شايفين في الصوره دي من الروجي اريا لما استندت عليها. يبقى عملت combination of anchorage tooth borne anchorage plus tissue borne anchorage. يبقى هنا زودت الانكرج ولا لا؟ زودت الانكرج. يبقى دي ثاني طريقه بان انا اعمل فيها anchorage reinforcement، ان انا اعمل combination ما بين tooth borne anchorage و tissue borne anchorage. يبقى دي ثاني طريقه. يبقى اول طريقه ان انا ازود number of anchor units، ثاني طريقه، تاني طريقة سوري ان انا اعمل كومباينيشن ما بين الدنتال انكرج والتيشو انكرج. طيب ده باي ذا واي الابلاينس ده اسمه نانس ابلاينس، نانس ابلاينس ده بستعمله في الابر ارش، بان انا بربط بيه تو سنتين شمال ويمين زي السكسز مثلا في الاكزامبل ده، الرايت والليفت سكسز مع بعض بربطهم، وفي نفس الوقت بتسند على الروجي اريا بأكريليك باتون كده، بحط عليها حتة أكريل عشان تسند عليها عشان استعملها فور أنكرج برضو، ده اسمه نانس. إنما لو عملت القصة دي في اللور أرش بربط تو سكسز مع بعض في الناحيتين رايت أند ليفت، ده اسمه باسيف لينجوال أرش.
بس ليه؟ لان هو ما بيعملش اي فورس، هو بس بيربط لي سنتين مع بعض مش اكتر عشان اتسند عليهم ويبقى هم دول الانكل يونتس بتوعي، ما بيعملش اي فورس، عشان كده بسميه باسيف لينجوال ارش. في الابر بسميه نانس. طيب ده بس الستريشن برضه، هو بيوريكم ان انا ازاي اربط الفايف والسكس، السكس سوري سكس رايت وليفت مع بعض، بس من غير ما اعمل كومباينيشن مع تيشو بورن انكرج. يبقى هنا توث بورن انكرج بس، انما برضه عامله رينفورسمنت بان انا ربط رايت وليفت مع بعض بترانسبالاتال ارش اللي انتم شايفينه ده. طيب دي حاجه تانية بقى يا اولاد. دكتور معلش قبل الحاجه التانية، هو ده هيديني بادي موفمنت صح؟ اللي هو لما اعمل reinforcement ليهم. انا reinforcement ده بعمله دايما دايما almost، يعني لو انا محتاجة احرك السنان بدري، انما لو محتاجة تيبنج ولا بدها هحتاج اعمل reinforcement anchorage ليه، مش هحتاج. خلاص تمام. طيب يا ولاد احنا كل الاكزامبلز اللي احنا قلناها دي، اللي هو في الاكزامبل بتاعنا اللي ابتدينا من الاول خالص لغاية ما خلصناه دلوقتي، انا دلوقتي عماله بقول انا محتاجه استند على الفايف عشان احرك الكي 9، او استند على الفايف والسكس عشان احرك الكي 9، او اربطهم ببعض رايت وليفت عشان اعمل ري انفورسمنت، او الانكرج بتاعنا كله هنا زي ما قلت هو دنتال، انا بعتمد على السنان صح كده؟ صح. طيب هل يا ترى لو انا عملت ري انفورسمنت الانكرج وزودت عدد الاسنان على قد ما اقدر، وعلشان ازود الانكرج على قد ما اقدر، هل يا ترى اقدر اقول الانكرج هنا بقى ماكسيمم، وان انا فعلا مش هيحصل لي loss of the space ابدا؟ يعني مهما زودت عدد الانكر يونتس اللي هي الاسنان اللي انا مستعملاها انكر، مهما زودت عددهم، هل يا ترى هضمن انه مش هيحصل لي اي loss في الاكستراكشن سبيس اللي انا عملته؟ لا ليه بقى مش هضمن؟ ليه؟ عشان في السنان بتتحرك دكتور، هو loss of space علشان معناه ان علشان تاني اسمع تاني اللي بتقول، علشان في فورس على السنان دي يعني الانتير فورس في عندي. طيب ثواني خلاص انت سمعت السؤال دلوقتي فعلا، هل يا ترى مهما زود على الاسنان مش هتتحرك برضو؟ طيب اوكي انا بقى انت قلتوا ان هي هتتحرك ده صح، بس ليه؟ هنستنى شويه لما اسالكم السؤال الثاني وفي النهايه هنجاوبهم الاثنين مع بعض. لو انا جبت حاجه اسمها ميني سكرو، مسمار، عارفين الميني سكرو؟ او ميني امبلانت يعني مسمار، وجيت الميني امبلانت ده او ميني سكرو جيت عملت له سكروينج، جيت زرعته جوه البون زي ما انتم شايفين في الصوره كده، خلاص تمام، وشديت وبقى هو ده الانكر يونت بتاعتي، بقى هو ده الانكر يونت بتاعتي اللي انا هشد عليها الاسنان اللي انا عايزه احركها. لو انا قارنت بينه لو هو از انكر يونت وبين اي اسنان تانية از انكر يونت برضو، تفتكروا مين فيهم اقدر اسميه ماكسيمم انكرج، او مين فيهم هيزيد انكرج اعلى؟ اللي موجود في البون. طب هو الاثنين موجودين في بون، بس موجوده في بون والمين سكرو موجود في بون، يعني الاسنان فيها بريدنت ليجمنت وبتتحرك شويه. ايوه برافو، حلو جدا ده. الاسنان فيها ايه؟ ريزيليا بريدنت ليجمنت. بريدنت ليجمنت حلو جدا. يبقى الاسنان اللي انسرتد في بون دي، ما هو الاسنان والمين سكرو او ميني امبلانت الاثنين انسرتد في نفس البون، في نفس البون، بس الفرق بينهم ايه هنا يا اولاد؟ ان الاسنان زي ما انتوا لسه قايلين ان الاسنان الروتس بتاعتها ملفوفه ببريدونتال ليجامنتس، انما الميني سكرو مش ملفوف، اللي انا حطاها في البون ده مفيش حواليه، ده خلاص ده ملفوف محطوط جوه البون، انا زرعته جوه البون وخلاص عملت له سكروينج جوه البون، فمحشور في البون مفيش حواليه اي بريدونتال ليجامنت. طب البريدونتال ليجامنت دي هتفرق في ايه؟ هي ده اللي هي ريزيليانت. بالظبط كده ريزيليانت. يعني ايه ريزيليانت؟ مش انا يا اولاد في الاول قلت لكم ان في حاجه اسمها فيسيولوجيكال توس موفمنت، يعني السنه بتتحرك، ده السنه بتتحرك يا اولاد ديورنج الماستيكيشن، لما اجي اكل على السنان السنان بتتحرك على فكره، بتتحرك بقى within انهي ليميت، بتتحرك في ايه، في خلال ايه؟ برافو حلو جدا، بتتحرك within the limit of the width of periodontal ligament space،
واللي بيديها الحركة دي مين؟ هي resiliency بتاعت البريدونتال ليجامنتس. إنما لو السنان ما عندهاش القصة دي وما عندهاش resiliency وما عندهاش بريدونتال ليجامنتس مع أول impact of occlusion ده هتتكسر. تمام كده؟ يبقى السنان عندها movement مهما زودت عدد الأسنان as anchorians هي ستيل عندها برضو limit of movement اللي هو corresponding مع ال width بتاع البريدونتال ليجامنت والريزيلينسي بتاعت البريدونتال ليجامنت. فعلشان كده عندها limit of movement فعشان كده مستحيل اسميها maximum anchorage. انما المين سكرو هو مزروع في البون دايركتلي ما حواليهوش بريدونتال ليجامنت فما عندوش اي limit of movement فعشان كده ده ممكن اسميه maximum anchorage. صح كده ولا لا؟ صح. حلو جدا. طيب طالما لو جيت قلت لكم بقى ان المين سكرو ده نفسه ممكن يفالير ممكن يحصله فالير يعني ايه؟ يعني مثلا فرضوا جيت حطيته في عيان بلاش اقول ان هو دايابيتك عشان المفروض ان انا اكون واخده هيستوري كويس بقى وعامله تريتمنت بلان مظبوط ومش حط مين سكرو في عيان دايابيتك مثلا ان كنترولد يعني. انما لو انا بقول مثلا حطه في عيان بعد ما حطيته له عيان بقى عنده فيري باد اورال هايجين والبيشنت بقى حصل له مشاكل وجينجيفايتس وقصص وحكايات لغايه ما حصل له لوسنس المين سكرو ده هو شرط من شروطه ان عيان يكون فيري جود اورال هايجين. فلو انا حطيته بعين وبعدين عيان بعد كده بقى عنده فيري باد اورال هايجين وفالير المين سكرو ده يبقى هل يا ترى اقدر يبقى عندي سورس تاني اوف انكرج يسيف مي من قصه الفاليره دي؟ يعني طب سؤال من ناحيه تانية، هل يا ترى المين سكرو ده هل اقدر اسميه ابسوليوت انكرج؟ يعني ايه ابسوليوت؟ حاجة لوحدها يعني؟ حاجة مطلقة يعني حاجة مطلقة يعني حاجة مطلقة يعني anchorage مطلق ما يخسرش أبدا ولا يحصله failure أبدا 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 مهما حملت عليه. هل يا ترى أقدر أسمي الميني سكرو كده؟ لا أنا لسه قايلة دلوقتي ده ممكن يفاليير مني ومش بسببي مش بسبب فورس ده ممكن بسبب العيان. تمام كده؟ طيب يبقى لازم يكون يبقى عندي ولو إني في عندي نوع تاني من anchorage اسمه absolute anchorage. طب تفتكروا بقى الأبسوليوت anchorage ده ممكن اخده منين؟ اكسترا اورال؟ لا مش هقدر مش اكسترا اورال. لو هو من انترا اورال هقدر اخده منين؟ الفالت مثلا؟ الفالت ما هو حتى لو عندي هارت تيشو طب ما هو الفالت ده متغطي برضو بالتيشو بجينجفا متغطي بميوكوزا ما هي الميوكوزا دي فيها ريزيلينس فيها موفمنت برضو. منين؟ إمبلانت. ما هو الإمبلانت ما لسه قايلة الإمبلانت ممكن يفالي حاجة المندبل؟ لا بصي يا أولاد فكروا بشويش يعني أنا محتاجة أنكرج يونت في أنكرج تكون inserted في بون تكون موجودة جوه بون وتكون ما عندهاش resiliency ما عندهاش liability of movement يعني ما عندهاش periodontal ligament. إيه اللي انسرتت جوه البون وما عندهاش periodontal ligament؟ لو سن بتاعت العيان الجيزة البون مش حاجة external أنا بحطها يعني مش حاجة external لا دي حاجة indigenous بتاعت العيان enclosed. أيوان براو هايل هي الأنكيلوزتوث. يعني إيه أنكيلوزتوث؟ اللازق في العظم البريدونتال ليجامنت خلاص مش موجود يعني سنة السمنتم بتاعها فيوزد مع الأفيلار بون البريدونتال ليجامنت فيوزد مع الأفيلار بون سوري السمنتم فيوزد مع الأفيلار بون يعني ما فيش بريدونتال ليجامنتس يعني السن ما عندهاش بريدونتال ليجامنت سبيس اللي تتحرك فيه يعني السن ما عندهاش بريدونتال ليجامنت ريزيلينسي اللي تديها ليميت اوف موفمنت يبقى السن دي مش هتتحرك. طب ليه برضه سميتها ابسوليوت انكرج؟ ليه ما تبقاش زي الميني امبلانت يعني؟ هي السن دي حاجه اكسترنال ولا انترنال؟ يعني حاجه اكسترنال ولا انترنال؟ يعني هل يا ترى الجسم يقدر يرفضها زي ما ممكن يرفض الامبلانت؟
لا دي سيدنا اندجنس جوه بوق العيان موجوده بقى لها سنين وانكيلوز جوه موجوده فعمرها ما يحصل لها لول الجسم يحصل لها ريجكشن مستحيل ما حاجه اصلا بتاعت الجسم اساسا وعارفها ومتعود عليها وموجوده جوه البون انسرتد جوه البون فاقدر ساعتها استعملها از انكريج يونت وانا مطمنه ان هي عمرها ما هتتحرك معايا لان هي اصلا معناها البريدونتال ليجمنت وفي نفس الوقت عمرها ما هتفادير لان هي حاجه اندوجنس بتاعه العيان نفسه مش حاجه اكسترنال انا حاطاها تمام يا جماعه صح عشان كده بستعملها مين قالك ان هي دي حاجه بقولك استعملها في اي كيس انا دي بتعمل لو انا موجوده في كيس ومحتاجه فيها انكريج يبقى هستعمل على طول الانكريج تو انكريج من غير تفكير خلاص يا ولاد فهمتوا كده؟ حد بقى سؤال؟ دكتور انا معلش عندي سؤال ولما يحصل لوس للسبيس بتاع الاكستراكشن اللي انا عملته ده معناه ايه؟ ما هو كده كده انا عايزاه يتقفل ولا طريقه انا مش عايزاها معناها ايه الكلمه؟ انا عايزاه يتقفل بايه؟ بالموفمنت بتاعت الكناين ديستالي ولا بالموفمنت بتاعت البوستيرير ميزالي ولا بالاثنين مع بعض؟ لا ديستالي لا ممكن اي واحده من دول على فكره علشان كده على اساس كده بحدد نوع الانكرج امال انا عمالين نقول كلاسيفيكيشن اوف انكرج ليه؟ لا لا اقصد حضرتك بتقولي يحصل لوس للسبيس فانا فانا بقول سبيس لوس معناه انه يعني ما اقدرش اعمل كنترول على السبيس ما اقدرش اقول لا انا هستعمل نقص السبيس في الموفمنت بتاع الكناين ديستري ونقصه في الموفمنت بتاع الكناين ميزي وما اقدرش اعمل كنترول على ده وابص الاقي واحد سنه اتحركت اكتر من الثاني والسبيس اتاخد مني وانا مش عارفه اعمل له كنترول ده اللي بسميه سبيس لوس تمام حد عنده سؤال دكتور نعم الريسيبروكال بيكون سينجل يعني سينجل almost بيكون سينجل في الاكزامبل بتاعنا واللي هو اشهر اكزامبل اللي هو السينجل بس ممكن يكون على فكره مش سينجل برضه انما ده الاكزامبل المعروف يعني مثلا هاجي اعمل الفورس على ال تو سيجمنتس مع بعض التو سايدز مع بعض من الكناين للكناين مثلا يعني ده فور اكزامبل ده اكزامبل ما بيحصلش حقيقي بس بقول لك فور اكزامبل مثلا لو انا هعمل فورس من الكناين رايت سايد لغايه الكناين ليفت سايد عشان احرك التو سيجمنتس مع بعض الرايت والليفت رايت سنترال ولاترال كناين ورايت سنترال ولاترال كناين عايز احركهم مع بعض الاثنين ميزيالي نفس المسافه نفس الدايركشن احركهم الاثنين ميزيالي عشان يقابلوا بعض طب ما هي ده ريسيبروكال ده نوع ريسيبروكال انكرج بس هنا مش سنجل تمام شكرا دكتور بعد زي ما قلت هو مثلا توضيحي بس مش اكتر نعم المثال اللي حضرتك قلتيه عشان نحرك الرايت والليفت قناين واخدنا تقريبا الفور انتيريور كانكر يونت هو انا ما فهمتوش يعني ازاي انا قلت خدت فور انتيريور انكر يونت انا قلت كده هو الصوت كان عارفه يعني ما فهمتش لان انا مش فاهمه تسالي عن اني حاجه بالظبط اسال يا دكتور على اخر مثال اللي كانت بتسال عليه اللي هو سنجل فحضرتك قلت مثال عشان لو هو كومباوند وانا خدت من القناين للقناين فهي بتسال على المثال ده اللي هو ده اللي انا سالاه حالا يعني انا بقول ده مثال توضيحي هو مش حقيقي هو توضيحي يعني ايه يعني ميد لاين ده اسمه هقول المثال تاني بقول اللي هو بس عشان يوضح لكم الفكره يعني لو مين دي ما مفهوم عادي هو حاجه كان فيها الرايت القناين بس يعني بس الصوت كان بيقطع عندها لا ما انا مش فاهمه انت عايزه ايه لو راجعيها وشوفي وبعدين بقى ارجعي لي تاني هفهمك طيب يا دكتور هي كانت صوره فيها الرايت والليفت قناين نعم هي كانت صوره كده حضرتك كنت حطاها في البرزنتيشن كان فيها الرايت والليفت قناين كده تمام اني رايت والليفت قناين فين الصوره انا هقلب وقولوا لي هي دي دي ايه دي يعني انا مش عارفه اللي بتتكلموا عليها دي فين هي دي الصور على فكره دي اللي انا بقول لكم عليها ايه دي مش مشكله يا دكتوره ركزي وشوفي يعني فين المكان فين اللي انت عايزاه بالظبط ونتكلم فيه بعدين ما فيش مشكله لو حد طب يا دكتور انا عندي سؤال لما حضرتك قلتي هنحرك الرايت كناين هنستخدم الفايف والسكس في الرايت وفي الليفت سايد
انا مش فاهمه ازاي الانكرج في ليفت سايد هيساعدني ان انا احرك الكناين ديستال برضو. انت من كلامك دلوقتي انا قلت ان انا هستعمل 5 و 6 مع بعض، يعني مثلا في في الصوره اللي قدامي 5 و 6 خلينا نقول مثلا الصوره مثلا، يعني انا مش هستعمل بقى 6 واحد في ناحيه ولا 5 واحد في ناحيه، لا ده انا هستعملهم في الناحيتين، فاروح ربطهم ببعض. هما كده لما ارتبطوا ببعض بقى اكنه 1 يونت ولا لا؟ يعني كده اكن لسه 2 6 لسه سيبرت عن بعض ولا خلاص مربوطين؟ اه يعني هم هيدوا قوه للانكرج اللي هي في ناحيه الرايت فهيزودوا الشده بتاعه الكناين كده صح؟ يعني دلوقتي اكني برتكز على الرايت على 6 رايت وليفت علشان اشد عليهم هما الاثنين الرايت كناين، وفي نفس الوقت برتكز على الرايت على الرايت وليفت 6 عشان اشد عليهم في نفس الوقت الليفت كناين. يعني كل تمام كناين، يعني انا كنت عايزه احرك التو كناين، انا كنت فاكره كناين واحد. تمام، او حتى لو كناين واحد، او حتى لو كناين واحد، حتى لو ينفع كناين واحد. انا بتكلم يعني انا في مثال، مش بتكلم في حالات بعالجها، انا بكلمكم في فكره انكرج بفهمها لكم، ان دلوقتي لو انا عايزه ازود انكرج بروح رابطه رايت وليفت سايدز مع بعض علشان ازود عدد الانكر يونتس، فساعتها الانكر يونت مش هتبقى جالي من سايد واحد، لا ده جالي من بوث سايدز، يعني وكني واخده الرايت والليفت سايدز از انكر لناحيه واحده. تمام يا دكتور. دكتور هو ده عن النص في ايه؟ ايه؟ طبعا الابلاينس ده يطرق عن النص في ايه؟ انت شايفه الابلاينس، وصفي لي كده الابلاينس اللي انت شايفاه قدامك ده. يعني حسيت النانس مثلا لا عرجيه، لكن حسيتي وصفي لي ده ايه، مش بكلمك عن احساسك، وصفي لي ده ايه. مش عارف، حاسه هو لوب على السكس و من ناحيتين وبينهم، مش عارف يا دكتورة، مش عارفة أقول لك وصفي. هو عبارة عن، لو وصفناها نقول إن تو رينجز حلقتين متلبسين على سيكسز ومربوط بينهم بواير، صح كده ولا لأ؟ بس حلقتين مربوطين محطوطين على الرايت وستيكس رايت وليفت على سيكسز رايت أند ليفت ومربوطين بواير بينهم. الواير ده باي ذا واي هو مش ريستنج على الهارد باند خالص، بعيد عن الهارد باند. تمام كده؟ تمام. يبقى الانكرج هنا نوع ايه؟ لو انا بقى هستعمل بقى دول الرايت والسكس الاثنين دول مع بعض عشان اسند عليهم عشان اسحب عليهم الكناين، الانكرج هنا اسمه ايه؟ هيبقى انترا اورا، انترا ماكسيلاري، توس بورن، كان في كمان بس توس بورن، صح كده؟ ماشي صح كل اللي انت قلتيه، بس في الناحيه في الحته هو توث بورن ولا لا؟ هو توث بورن صح كده، مش هو كومباين. طيب هنا بقى في الصوره دي نفس الكلام، هو حاطط باندس على الرايت والسكس ربطه وبعدين وصل بينهم واير ربطهم مع بعض، والواير ده عامل بقى ريستنج على روجي اريا، بس عشان الواير بس ما يعورش روجي اريا رحت حاطط عليها حته اكريل عشان تبقى سموث يعني وبرود كده، ما تعورليش روجي اريا، ما تعورش الهارد باند، فحطيت حتة أكريل، فبقى الأكريل ده ريستنج على الهارد بالت كمان، فبقى ريستنج على الهارد بالت، فأنا مسنودة على الهارد بالت، يعني مسنودة على السنان من ناحيتين رايت وليفت سكسز ومسنودة على الهارد بالت، يبقى الأنكرج هنا واخدها منين؟ هيبقى هنا توث بورن وتشو بورن كمان، بس كده كومباينيشن، وده الفرق بين النانس أبلاينس ده والترانس بالت الأرش، فهمت الفرق بينهم ولا لأ؟ تمام يا دكتور. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ كان في اكزامبل حضرتك قلتي اللي هو ان انا واخده الانكرج من اللور 5 و 6 وعاملاه للابر سنترال ولاترال وكمان تقريبا، ده بقى كده النوع بتاعه هيبقى ايه؟ عشان ما سمعتش بس تاني كده قولي، انا زي ده يعني انت تقصديه؟ كان في انا هقول لك وانت تقولي لي، انا هقول لك وانت تقولي لي المفروض بعد يعني لما اقول لك هتعرف انت ترضي على نفسك. يعني انا دلوقتي هنا انا مستعمله اللور 5 و 6 دول وربطاهم مع بعض
علشان اشد عليهم، علشان اشد عليهم الابر، الابر كيناين ولاترال وسنترال، اكني ربطهم دول مع بعض برضو، وبشد بشدهم على اللور 5 و 6 دول. يبقى تفتكر نوع الانكروجين هيبقى ايه؟ قوليهم لي كده، سميهولي. هو كده هيكون، هيكون انتر ماكسيلاري، وهيكون ان، وهيكون توس بورن، وهيكون انترا اورال. اخر نوع بقى هيكون يعني هو كده مش اخر نوعين، اخر اتنين. هو كده مش هيكون في فري موفمنت، هيكون سنجل ولا كومباوند الاول بس؟ هيكون كومباوند. كومباوند بقى اخر حاجه بقى، هل هو سيمبل ولا هل هو ستيشنري ولا هل هو ريسيبروكال؟ هو مفيش الا ستيشنري صح؟ ليه؟ انا بقول تاني، تاني انا مسنوده على ال5 وال6 مع بعض دول، دول علشان اشد عليهم الابر كيناين ولاترال والسنترال دول. يبقى ده ايه؟ ستيشنري ليه؟ هل يا ترى تفتكري ان ال5 وال6 دول مستحيل يتحركوا ميزير يعني؟ اه انا فاهمه كده، عشان هما مثلا إيه؟ يعني ال6 يعني هيبقى عامل reinforcement كده لل5، يعني يبقى مدين مع بعض غير لما يكون 5 لوحده. انا ما بقولكيش 5 لوحده، انا بقولك 5 و6، وما بقولكيش ان انا بشد الكيناين لوحده. اللي انت بتقولي ده ستيشنري، لو انا بسحب عليهم الكيناين لوحده يبقى ساعتها root surface area بتاعتهم هتبقى اكبر بكتير من root surface area بتاعت الكيناين، فالكيناين هيتحرك، يبقى ساعتها هيبقى ستيشنري. انما لو، انما لو انا مسنوده عليهم عشان احرك كل الانتيريور سيجمنت دي، اوبوزيت عكس بعض بس عكس بعض بالظبط، يبقى هما ممكن جدا يتحركوا معايا ميزيري، ممكن جدا الاثنين ال5 وال6 يتحركوا معايا ميزيري في نفس الوقت، الابر سيجمنت دي هتتحرك معايا ديستري بس مش نفس المسافات. هيبقى كده ايه بقى؟ سيمبل. سيمبل طبعا، مش باقي غيره خلاص، يعني مش ريسيبروكال ومش ستيشنري، هتبقى ايه؟ سيمبل. تمام يا دكتور. بس دكتور هي لو ريسيبروكال لازم يبقوا في نفس الارش صح؟ يعني اجيب دول كده واجيب دول كده، كده تبقى ريسيبروكال. اولموست عشان نفس، يعني اولموست عشان يبقوا نفس. يا جماعه شروط الريسيبروكال ايه؟ ان هي تبقى نفس روت سيرفيس اريا، ان هي تبقى نفس الاماونت اوف فورس، ان هي تبقى نفس الدايركشن اوف فورس. لو الشروط دي كلها اتحققت سواء في سنه او اكتر، سواء في نفس الارش او في الابزت ارشز، سواء سواء سواء، يبقى ساعتها هيكون ريسيبروكال. هو ده شروطه، انتوا فاهمين اقصد ايه؟ يعني تفهمه مش تحفظه، تشوف الشروط دي متحققه في الـ في الـ في, الـ في النوع الانكرج قدامك ده ولا لا. مش متحققه يبقى ده مش ريسيبروكال، اتحققت فيه مهما كان الانكر يونت واحده ولا اتنين ولا ثلاثه، مهما كانت حركه نوع الحركه ايه، مهما الشروط دي اتحققت خلاص بقى ده ريسيبروكال. فعشان كده نفكر مش بنحفظ، مش بنحفظ صوره ونقول ده فيها ايه. تمام يا دكتور. اوكي ها ايه تاني؟ حد تاني هيسال اي حاجه؟ طيب هقول انا، انتوا عارفين اول مين اللي بيتكلم معاكم؟ دكتوره مها. ايوه انا دكتوره مها، اديتكم الانكرج النهارده، ودي اول واخر ليكتشر اي ثينك هديها لكم في السمستر ده ان شاء الله. بس anyway على اي حال، لو انتم محتاجين اي حاجه في اي حته تانية، في اي شابتر تاني، انا موجوده. تسالوني في اي حاجه سواء في الانكرج او في اي حته، سواء في الشابترز الثانيه اللي فاتت او اللي جايه او او او، في اي مكان انا موجوده وتحت امركم، وارد عليكم في اي حاجه واشرح لكم اي حاجه انتم عايزينها. تاني حاجه بقى اللي عايزه اقول لكم، ان انتم لازم تبعتوا لي ريكورد على الميل، هبعت لكم الميل دلوقتي على الشات، وتبعتوا لي ريكورد وحالا، عشان لو ما بعتهوش انتوا حرين. بصوا يعني هعمل وقعه مش حاجه جدا، فحالا تبعتوا لي ريكورد بعد اذنكم. تمام يا دكتور. حاضر. طيب اوكي، هو انا اعمل له سيف دلوقتي وابعته لحضرتك. طيب تمام، انا هعمل ستوب شيرنج و